يلا بس حسن حدا يعوز علينا بس اطلب دوري درك تنزل معنا اطلب دوري درك تنزل معكم هذا المشهد الجميل بكل هذه العناصر التي تشبه لبنان بتنوعه الطائفي وجمال طبيعته تجده في بلدة الكفور قضاء النبطي لكن هذا المشهد الرائع تبدده رائحة نتنة تنبعث من مطمر النفايات في الجانب الآخر من البلدة وهو مكب تنتهي فيه نفايات 28 بلدية إضافة إلى بلدية النبطي أول شيء هذا المكب عم بيأثر على البيئة بعنا بقلب الضيعة إنه في الآبار الإرتوازية بتشرب منه أهل الضيعة مع تسكير أمه للمكب وبي اللي بيفتح على المكب عم بيقبضوا على ظهرنا ونحن اللي عم نتحمل الزبالة عدا الضرر البيئي عن الطبيعة للمكب انعكاسات صحية على أهل الكفور الذين كلوا وملوا الاعتراضات التي لا تجدي نفعاً مع ما يصح على تسميته قوى الأمر الواقع بنتي بس يا معلمة هيك بس بلش كثرة النفايات فيه من دون تمر صحي مزبوط كانت أصغر من هيك بشوي طلع طفرة بجسمها مثل حبوب صغار صاروا يطلعوا لي حبوب بجسمي ما كنت أعرف شو هني هول فكروا مبرغش قال لي هذه حساسية حسيت شو يا حبيبي نحن بالبيت الحمد لله في عنا نظافة وعنا كل شيء قال لي هذه مش ضروري يعني قلت له فينا أنا مكب تحت بعدين صارت من وراء قصة المكب دبان الأخضر يجي إذا بيغط عليك بيصير يعمل لك حبة محل ما غطيت وهيدي الحبة بتصير تلتهب إذا ما حطيت لها دواء إلى رائحة النفايات النتنة المنبعثة من المكب تفوح رائحة فساد تزكم الأنوف هناك من يحاول إحراق ملفات الفساد التي وصلنا إليها لكننا سنراعي البيئة في التعامل مع هذه الملفات وسنعيد تدويرها لفهم تفاصيلها واكتشاف المتورطين فيها من تقاضى 330 مليون ليرة على حساب صحة المواطن وخزينة الدولة؟ يا ريت في خبرنا رئيس البلدية ليش انعمل تشيكات باسمه الشخصي؟ لماذا وافق رئيس بلدية الكفور على فتح المكب؟ يا تقبلني رئيس بلدية ومضغوط على أمري من خالف قرار وزير البيئة ويستعمل عقاراً للجمهورية اللبنانية من دون أي سند قانوني؟ ليش بدي أقوله لعلي عياش؟ مسؤولية من تأخير فتح معمل فرز النفايات في المنطقة؟ مسؤولية 100% عند الاتحاد وأي تأخير يعني هذا موضوع مش مفهوم يعني بقى تحط لي حكي بتمي أنا مش مزبوط الحكي من هي قوى الأمر الواقع التي تفرض استمرار المكب؟ حزب الله هيدا كان سبب الانفجار إذا بدك وتخلينا عن دورنا بالمجلس البلدي